السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا بكم اهلا بكم مجددا في قناة مختصون في التبريد المنزلي. الفاليوم الخاص بالتلاية الكريازي مقاومته قد ايه؟ انا كفني لازم اعرف كل شيء واقيسه بايديا وافهم كل حاجة شغالة ازاي. مفتاح الفاليوم الخاص بالتلاجة الكريازي، التلاجة اللي شغالة على كارت يا جماعة لها مفتاح فاليوم. المفتاح ده رقم 1 2، طبعا هيبقى الاول 0 بعدين 1 2 3 4 5 حسب ما التلاجة مصممة. لازم في كل لفة من ديت لها مقاومة معينة بتشتغل عليها التلاجة. لو يكن رقم 1 بيعطيني مقاومة معينة مختلفة عن رقم 2، مختلفة عن رقم 3، مختلفة عن رقم 4، والاختلاف ايضا على رقم 5. يبقى انا عاوز اقيس المقاومات بتاعته الصحيحه كام. رقم 1 هيعطيني كام، رقم 2 كام، 3 كام، 4 كام. لازم اكون فني متميز او فني مختلف عن اي فني تاني. لازم كل جزء امسكه في ايديا افهم شغال ازاي، افهم كل شيء او كل قطعه داخله شغاله ازاي. هل الفاليوم ده له درجات مختلفة ولا لأ؟ ده لو جبت على رقم كام يعطيني كام؟ احنا هنجرب مع بعضنا عملي وهنشوف. ونخلي بالنا يا جماعة، التجربة العملي هي خير دليل. لما جرب بإيدي عملي وأشوف كل شيء هي خير دليل. ولكن أنا عندي شيء بسيط أكلمكم عنه. الشيء البسيط اللي أكلمكم عنه وهي الأدوات المستخدمة. مثلا أنا مش هطلع أجيب أبو ميتر من الرديء واقول جاب معايا مقاومات كذا. لازم يكون عندي عده مميزه، عده مختلفه عن الاداه الموجوده في السوق، يكون لها درجات جوده عاليه. بمعنى اصح او بمعنى ادق، في بعض الفنيين بتيجي تشتغل تقول لك والله انا شفت في كتاب ما كلام عملي، كلام علمي انا اسف، ولكن مع الواقع لا يمس للواقع باي شيء. احب افهمكم يا اخواننا الفنيين، الاشتراكات المصممة لما صممت الأجهزة أو صممت الحاجات المعينة اللي احنا بنشتغل عليها بتقيسها بأجهزة مميزة جدا، أجهزة دقيقة جدا تقدر تتعامل معاها بكل دقة. بتتعامل معاها بكل دقة، فما يجيش الفني يقول أنا شفت الـ القانون العلمي طبقت معايا العملي لقيته غير صحيح. لا، تاكد ان هم اشتغلوا على اجهزه حديثه جدا، اشتغلوا على اجهزه مميزه جدا. فما اجيش احكم على شغلي انا باجهزه رديئه واقول لا ده كلامي انا صح وكلامه غلط. لازم نخلي بالنا من النقطه دي كويس جدا جدا جدا، ونكون فنيين متميزين. هنقيس المقاومات ونعرف فيها قد ايه باذن الله سبحانه وتعالى، ونكمل معاكم الشرح عملي باذن الله. هنشرح مع بعضها العملي دلوقتي. هنفتح الأبوميتر ونحطه على الكيلو أوم. ودلوقتي قدامكم على الكيلو أوم والفاليوم على الصفر. الفاليوم يا جماعة ده الأصل بتاع التلاجة، مش تقليد ولا حاجة، ده الأصل الأصل الأصلي هنشتغل عليه بإذن الله. الفاليوم على الصفر عاطيلي كام؟ عاطيلي 101.5 كيلو أوم. خلاص؟ 101.5 كيلو اوم، ده على رقم صفر. خلي اتنين جايين، ده على رقم صفر. ده لو انا فتحت الفاليوم نص فتحه كده هيديلي 92.5. طب لو جبت على رقم 1 ادالي كام؟ 82.5. ده لو جبت على رقم 2 هيديلي 66.7. ده لو جبت على رقم 3 هيديلي 49.6 كيلو اوم. ده لو جبت على رقم 4 هيديلي 32.78 كيلو اوم. ده لو جبت على رقم 5 اللي هو اعلى حاجة في التلاجة هيديلي 12 كيلو اوم و42%. نرجع تاني على الصفر كده يا جماعة ونشوف. احنا قلنا الصفر عطيلي 101.5. ده لو جبت رقم 1 عطيلي 82.5. ده لو جبت ما بين الواحد والصفر يزيد. ده لو جبت ما بين الواحد والاثنين هيعطيلي 3 72.1. ده لو جبت الاثنين
هيعطي لي 65. اذا كل ما زيد في درجات الحراره كل ما يقل معايا المقاومه بتاعته. نستنتج من كده اللي انا عندي القرايه الخاصه بمفتاح الفاليوم الخاص بالثلاجه، واقدر اشوف ان كان سليم ولا ان كان بايظ. ده القياسان الصحيح يا جماعه بتاعه، وانا بقيسه قدامكم مباشره على جهاز الابوميتر. لما يكون الفاليوم على الصفر هيديلي 101.4 كيلو اوم. جبت رقم 1 هيعطيلي مقاومات، هزيد رقم 2 هيعطيلي مقاومات، كل ما زود كل ما المقاومات بتقل، ويبقى ده الشغل العملي قدامنا. نستنتج من كده اللي مفتاح الفاليوم اللي ما بين الصفر والواحد في درجات تانية مختلفة. يعني انا جبت على الصفر مباشرة اهو 101، ده فتحت سنة اول ما يفتح معايا الجهاز هيبدأ يعطي معايا، كل ما زود سنة كل ما يقل 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 معايا. خلاص ده القياسان الصحيح بتاع الجهاز. انا قايس قدامكم سلكين الابوميتر، مقشرهم كويس ولازقهم في الابوميتر كويس. مفتاح الفاليوم القرايه بتاعته قدامكم بالطبيعي بتاعها خالص، عشان اي فني عاوز يعرف مفتاح الفاليوم ده سليم ولا بايظ يبدا بالقرايه بتاعته المظبوطه يشوف. لو جبت رقم 5 اعطيلي 12.17 او 16%. ده لو جبت والاربعه، شوف الاربعه كام، اعطيلي 30 وده 12. ده لو جبت ما بينهم وبين بعضهم، شفتوا ده القياسان المظبوط بتاع مفتاح الفاليوم اللي هيقيس على الصفر وعلى الواحد وعلى الاثنين وعلى الثلاثه وعلى الاربعه وعلى الخمسه، واعرف ان كان صحيح ولا ما كانش صحيح، او مقاوماته مظبوطه او لا. لان ساعات بيكون مفتاح الفاليوم ده وقع على ميه، والميه دي بتغير في المقاومات بتاعته وبتخليه معايا مش مظبوط، واعرف ان كان سليم ولا مش سليم. تحياتي لكم جميعا، كان معاكم ابو العنين من قناه مختصون في التبريد المنزلي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.